بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا أولاد درس جديد من دروس رياضيات سنة خمسة، الدرس الخامس في المفهوم الثاني من الوحدة الثالثة. طب اسمه إيه؟ الخوارزمية المعيارية في عملية الضرب. إيه يا مستر حامد الاسم الغريب؟ إيه الاسم العجيب ده؟ يعني إيه الخوارزمية المعيارية؟ في البداية أطمنك، أقول لك ما تخافش، هي كلمة معصلجة وكبيرة وشكلها يجعز ولكن الموضوع سهل. شوف انا بقول لك ايه، خلي بالك، الخوارزميه المعياريه اللي عنوانها مخوفنا كلنا ده عمليه الضرب العادي، ده عمليه الضرب التقليديه القديمه اللي احنا الكبار اتربينا عليها، الكبار اتربوا عليها على طريقه الضرب دي. صحيح احنا في المناهج الجديده عندنا استراتيجيات جديده زي الضرب بالتجزئة والضرب بالتوزيع والضرب بنموذج مساحة المستطيل، ولكن الأصل والأساس للدرس ده كل الجديد فيه اسمه، ولكن تفصيلته وطريقة حله سهلة جدا، ويمكن نوهنا عن الطريقة دي في درس الضرب بالتجزئة المرة السابقة. يلا على طول، بعد ما قلنا المعنى بتاعها وقلنا ان دي طريقة عادية وطريقة قديمة وطريقة تقليدية، ناخد مثال. اوجد ناتج ضرب 53 في 12. العدد اللي فوق مكون من رقمين والعدد اللي تحت مكون من رقمين. كل اللي هنعمله هننزل على العدد اللي تحت ونعمل دايرة على الاثنين ونوزعها، مرة نضربها في التلاتة ومرة نضربها في الاثنين، يبقى خلص السطر بتاع الاثنين. يلا نجرب، يلا نجرب. 2 في 3 ب 6، 2 في 5 ب 10. سمع ولد بيقول ليه يا مستر كتبت العشرة كلها؟ لأن الخمسة آخر خانة مفيش بعدها حد. كده أنا خلصت ضربية الاتنين، والاتنين تقول أنا كده تمام التمام. نيجي للواحد، يقوم الواحد يتخانق معانا ويقول بس ما تقولش واحد كده عليا، أمال عايزني أقول عليك إيه؟ يقول ده أنا واقف في بيت العشرات تخليني واحد برضه؟ ده أنا بعشرة. أقول له حقك عليا، وعشان تعرف إن إحنا ما غلطناش فيك هنحط زيرو بتاع العشرات، كده نقدر نعتبرك واحد؟ يقوم يقول طبعا، مادام حطيت لي صفر قول عليا واحد بقى. واحد في تلاتة بتلاتة، واحد في خمسة بخمسة. السطر الأول ضربيت الاتنين، والسطر التاني ضربيت الواحد اللي اتخانق معانا وقال ده أنا بعشرة. نعمل إيه؟ نجمع الإجابتين، ستة وصفر ستة، صفر وتلاتة تلاتة، خمسة وواحد ستة، ودي إجابة الضرب. واحدة كمان، واحدة كمان، المرة دي العدد مكون من ثلاث أرقام وده رقمين، ولكن عادي خالص هنعمل دايرة على الثلاثة ونوزع، هنا مرة هنا مرة هنا مرة. ثلاثة في خمسة بخمستاشر، ما ينفعش نكتبها كلها دي في أول الكلام، خمسة ونطلع بالواحد أوكي. ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ومعانا واحد عشرة، صفر ونطلع بالواحد. 3 في 2 ب 6، ومعانا 1 7، كده التلاتة تمام التمام. نيجي للأربعة، هتتخانق وتقول ما تقولش أربعة، أنا اسمي 40، حقك علينا، نحط صفر. الصفر ده لو ما اتحطش تبقى المسألة خطأ يا ولاد، لو ضربت وحطيت الإجابة هنا. نعتبرها أربعة؟ كده تمام. أربعة في خمسة ب 20، عايز أقول على حاجة مهمة، أما تيجي تضرب الأربعة إلغي اللي أنت طالع بيه قديماً. ليه؟ لأن ده باقي قديم من التلاتة ملناش دعوة بيه، يعني ممكن نهده بالأستيكة. نضرب بقى 4 في 5 ب 20، صفر ونطلع بالاتنين، دي الجديدة يا ولاد. 4 في 3 ب 12، وكمان 2 14، 4 ونطلع بالواحد. 4 في 2 ب 8، ومعانا 1 9، آدي مين؟ التسعة أهي. تمام؟ كده نقدر إيه؟ نجمع. يلا نجمع، خمسة وصفر خمسة، وهنا زيرو. سبعة واربعة 11 يا ليان، واحد ونطلع بالواحد، واحد وتسعة عشرة، ادي اجابة الضرب، ادي الخوارزمية المعيارية، الاسم المكلكع السهل. يلا يا ولاد واحدة تانية، هنعمل دايرة على الاربعة ونوزع احد عشرات مئات. اربعة في ستة باربعة وعشرين، اربعة ونطلع بالاتنين، أربعة في اتنين بتمانية، وكمان اتنين تسعة عشرة، صفر ونطلع بالواحد ملناش دعوة بيه.
أربعة في تلاتة باتناشر، وكمان واحد تلاتاشر. الضرب أولا والجمع ثانيا، نيجي لضربية مين؟ التلاتة. هتتخانق معانا، ما تقولش بس تلاتة، أنا اسمي تلاتين، هنحط صفر ونعتبرها تلاتة بقى خلاص. نلغي مين؟ الباقي ده بتاع الضربية القديمة، خلينا في الجديدة. تلاتة في ستة بتمنتاشر، تمانية ونطلع بالواحد، ملناش دعوة بيه مؤقتا. تلاتة في اتنين بستة، ومعانا واحد سبعة. تلاتة في تلاتة بتسعة، ونشد خطي ونجمع، هنا أربعة وهنا تمانية، سبعة وتلاتة عشرة، صفر ونطلع بالواحد، أدي عشرة وواحد حداشر، خلصت الضرباية. نيجي لفكرة تانية، تعالى هنا نشوف الفكرة الجميلة دي. مين اللي قدامنا ده؟ ده نموذج مساحة المستطيل. قال لي شايف نموذج مساحة المستطيل؟ أيوة يا عم، ما احنا خدناه قبل كده. عايز مني إيه؟ قال لي ضرب لي المسألة دي. بس ده مش عنوان درسنا، ده خوارزمية معيارية، ده طريقة الضرب العادية. قال لي يا عم اطمن، ده أنا عامل لك الإجابات أهو، أنت ما أنتش شايف ولا إيه؟ آه والله فعلا، ده الراجل ضرب السطر الأول وضرب السطر الثاني وكتر خيره جمع. أمال عايز نعمل إيه؟ عايزني أطبق اللي أنا قلته ده على الجدول. طيب كنا بنعمل إيه في نموذج مساحة المستطيل؟ سبعة وتسعين، أدي سبعة أحاد، والتسع عشرات بتسعين، الراجل عملها. طب الواحد وعشرين، أدي الواحد أحاد تحت، وأدي الاتنين عشرات بعشرين. طب كنا بنعمل إيه؟ بنضرب دي في دي ونوزع، ودي في دي. تيجي نجرب؟ يلا نجرب. عشرين في تسعين، حط الصفرين، واتنين في تسعة بتمنتاشر، عشرين في سبعة حط الصفر، واتنين في سبعة باربعتاشر. نيجي للواحد، واحد في تسعين بتسعين، واحد في سبعة بسبعة. نعمل ايه علشان نجيب الاجابة النهائية اللي هي 2037؟ اجمع الاربع خانات الحمر، هتطلع الاجابة 2037. دي طريقة ودي طريقة، دي خوارزمية ودي نموذج مساحة المستطيل. تمام. امال ايه الجديد بقى؟ تعالى وانا اقول لك ايه الجديد. بص الجديد دي كام؟ سبعة. بص في الصف اللي تحت سبعة، واللي جنبها تسعين، لو جمعنا دول يبقوا سبعة وتسعين. يبقى خد بالك من الملاحظة الجديدة، مجموع الصف التاني اللي تحت ماله يساوي ناتج الخطوة الأولى في ضرب الخوارزمي. بص بص، سبعة زائد تسعين سبعة وتسعين، يبقى دي مع دي. طب ولو جمعت دي ودي 1800 و140، يطلع لك الإجابة دي. يبقى مجموع الصف الثاني بيساوي مين؟ بيساوي ناتج الضرب الأول في الخوارزمية. طب لو جمعت فوق مجموع الصف الايه الأول، هيطلع قد مين؟ قد ناتج الضرب الثاني. شفت الفكرة الجديدة؟ ادي الفكرة الجديدة اللي ربطت بين نموذج مساحة المستطيل والضرب الخوارزمي. تعال نشوف بقى زي نحل مسألة ضرب، ولكن يكون فيها مربعات سحرية. مربعات سحرية يعني ايه مربعات سحرية؟ يعني اماكن فاضية. اوجد القيم بتاعة الارقام المجهولة. اعمل ايه عشان اجيب المربعات الفاضية؟ اقول له عادي خالص، احنا كنا بنعمل دايرة على مين؟ على الستة. تعال نراجع وراه يا مستر، ما هو جاب لك الاجابة النهائية اهي كاملة. اوكي، ما دام جاب الاجابة النهائية كاملة مفيش مشكلة. نيجي للدور على مين؟ على السبعة. بس ما تقولش سبعة، ده انا سبعين، يبقى نحط صفر. ادي اول واحدة، ونجرب ضربية السبعة. سبعة في سبعة بتسعة واربعين، هو كتب التسعة، يبقى نطلع بالاربعة يا ولاد. سبعة في ستة باتنين واربعين، وكمان اربعة ستة واربعين، هو كاتب الستة، يبقى انت تحط الاربعة. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ فاضل ناتج الجمع نجمعها له علشان ناخد الدرجة، هنا عشرة، صفر ونطلع بالواحد، يبقى خمسة. نعالى واحدة تانية، ده السطر الأول يا مستر في خانة فاضية، يبقى لازم أبدأ بقى مع التمانية. تمانية في تلاتة بأربعة وعشرين، يقوم الراجل يقول لي أنا كتبت لك الأربعة، أقول له ونطلع بالاتنين. تمانية في خمسة بأربعين، وكمان اتنين اتنين واربعين، يبقى هنا الدور على الاتنين. تمام. طب هو طلع الإجابة للآخر، خلاص مش مضطر إن أنت تكمل. تعالى لمين؟ للواحد. هيقوم يقول لي إيه؟ بس ما تقولش واحد، ده أنا عشرة نحط صفر. واحد في تلاتة بتلاتة، طبعا دي قديمة.
واحد في خمسة بخمسة هي اللي تتكتب هنا يا ولاد، تمام؟ واحد في اتنين باتنين، أجمع أنا بقى أربعة وصفر أربعة، اتنين وتلاتة خمسة، زيرو وخمسة خمسة، واتنين واتنين أربعة. تعالى لدي السطر الأولاني في حاجات فاضية والتاني في حاجات فاضية، يبقى هنبدأ الضربين من أولها ووزع مرة هنا مرة هنا مرة هنا مرة هنا. أربعة في اتنين يبقى أنا اللي أكتب التمانية، أربعة في تسعة بستة وتلاتين. يوم يقول لي أنا كتبت لك الستة، أقول له أنا أطلع بالتلاتة. فهمتوا يا أولاد؟ أربعة في واحد بأربعة، وكمان تلاتة سبعة، أربعة في أربعة بستاشر كملها. شكرا. نيجي لضربية التلاتة، بس ما تقولش تلاتة، شوف كل مرة أقولها لك يبقى نحط صفر. تلاتة في اتنين بستة كتبها، تلاتة في تسعة بسبعة وعشرين، هو كتب السبعة وأنا أطلع بالاتنين. تلاتة في واحد بتلاتة واتنين خمسة، هو كتبها. تلاتة في أربعة اللي عليها الدور يبقى اتناشر، وعامل لي خمتين واجمع له تمانية. ستة وستة اتناشر، اتنين ونطلع بالواحد هيبقوا خمستاشر، خمسة ونطلع بالواحد اجمع دول يبقوا اتناشر، اتنين ونطلع بالواحد اجمع دول يبقوا اربعة. تمام؟ ادي الاولى، ادي التانية، ادي التالتة، ادي الرابعة. تمانية وصفر نراجع مع بعض، نراجع مع بعض. تمانية وصفر تمانية. طب واللي بعدها؟ ستة وستة اتناشر، اتنين ونطلع بالواحد دول خمستاشر، خمسة ونطلع بالواحد دول اتناشر، اتنين ونطلع بالواحد دي اربعة، وبعد كده اللي عليه الدور الواحد ينزل. تمام التمام. يلا نشوف فكرة تانية جميلة ربط بين درسين. درس مين؟ بص بص بص، قدر. قدر، وهات الناتج الفعلي. فين المسألة؟ ادي المسألة الاولى، عايز نحلها كم مرة؟ مرتين، ما تخافش، مرة بالتقدير ومرة بالناتج الفعلي. طب الناتج الفعلي نجيبه ازاي؟ هتروح المسودة يا حبيبي، تحط الثلاث ارقام فوق والرقمين تحت، وتعمل زي ما عملنا في الشرايح اللي فاتت. هتعملها لنا يا مستر حامد؟ لا، ما لا تعمل مين؟ التقدير. طب ما قالش التقدير لإيه؟ في التقدير لأول خانة يسار، وفي التقدير بالتقريب لعشرة ومية وألف. مين أسهل تقدير؟ أسهل تقدير أول خانة يسار، طالما الموضوع اختياري خليك فيه. 716 نعملها إزاي؟ نسيب السبعة وبدل الرقمين حط صفرين. 63 نسيب الستة ونحط صفر مكان التلاتة. تلات صفار حطهم، وستة في سبعة باتنين واربعين. يجي ولد يقول مستر حامد حل بأنهي طريقة؟ أقول له أول خانة يسار. طب لو ولد عايز يحل بالتقدير بالتقريب لأقرب عشرة أو مئة أو ألف، هيطلع إجابة مختلفة عن دي، وكل الطرق مسموحة، وهسيبك أنت تجيب الفعلي. واحدة كمان، واحدة كمان، دول أربع أرقام ودول رقمين، نسيب التلاتة زي ما هي، أنا أعملها يسار. دول تلات أرقام، أحط تلات صفار ودي فيه. 24 نسيب الاتنين ونحط صفر. طب عايز الإجابة النهائية، نحط أربعة صفار واتنين في تلاتة بستة، وهسيبك أنت تجيب الفعلي، وهسيبك تحل الاتنين دول كاملين. يلا لسؤال جميل قوي، السؤال ده من أجمل الأسئلة يا ولاد. بيقول لي إيه؟ باستخدام الضرب في قوى العدد عشرة، اللي هي زي مضاعفات العدد عشرة، عشرة، مية، ألف، كل مرة بتزيد صفر، كل مرة بتضرب في عشرة، عايز أعمل إيه؟ قال لي ضرب 53 في تسعة. سمعت ولد بيقول دي سهلة قوي يا مستر حامد، أضرب رقم في رقم. قال لك لا يا حبيبي، هتاخد صفر، مش هتاخد الدرجة. طب ليه مش هاخد الدرجة؟ قال لك أنت مش خدتش بالك من السؤال، في قوة العدد عشرة. يعني إيه مستر؟ مش فاهم. تعال وأنا أقولها لك بشكل تاني. بقول لولد اضرب لي 53 في 9، قال لي يا مستر ما تتوصى بيا شوية. قلت له يعني ايه؟ قال لي مش التسعة قريبة من العشرة؟ قلت له اه صحيح قريبة، ده فرق واحد. قال لي يا مستر طب ما عشان خاطري خلاها 53 في 10. ليه يا حبيبي بس؟ قال لي عشان احط الصفر وانزل ال 53 ما تتعبنيش. قلت له كده هترتاح؟ قال لي اه ارتاح. قلت له والله ما انا مزعلك، بدل التسعة هخليها 10. طب وده يجوز يا مستر حامد؟ ينفع بدل ال 53 في 9 خليها 53 في 10 وامشي؟ لا ما تمشيش، اصبر عليا شويه. انا سمعت كلامك اهو. 53 في 10 نعمل ايه؟ نحط الصفر. وواحد في 53 ب 53. الولد كده بقى سعيد ومبسوط. قلت له بس احنا كده نبقى نصابين.
قال لي ليه؟ قلت له ما انت خليتي التسعة عشرة، يبقى احنا كده مديونين. قال لي مديونين بإيه؟ قلت له انت زودت وحدة. قال لي يعني واحد مش فارقة. قلت له لا يا حبيبي، الواحد اللي انت مش زعلان عليه ده واحد من أمه 53. ليه؟ لأن ال 53 تسع مرات، انت خليت ال 53 عشر مرات. عارف اللي بسطك دي؟ قال لي اه. قلت له انت كده نصب على الناس في 53 جنيه. قال لي طب والعمل؟ قلت له العمل عمل ربنا، هناخد الإجابة اللي طلعت، هنصلح غلطتنا ونعمل ايه؟ وننقص 53 بس خلاص وطلع الإجابة. شفت ازاي؟ يبقى انت نفسك تبقى 10، خليها 10. طب بعد ما تجيب الإجابة نقص منها العدد اللي جنب التسعة مرة واحدة. طب واحدة كمان، واحدة كمان، 75 في 99. يقوم الولد يقول لي يا سلام عليك يا مستر حامد وعلى غلاستك، أنا كنت عايز 75 في 100، ده حتى الفرق بين ال 99 وال 100 واحد. اتوصى بيا يا مستر وخلاها 100. قلت له طب مش هزعلك، 75 في 100، نحط الصفرين أهم، وواحد في 75 ب 75. قال لي أمشي؟ قلت له لا ما تمشيش، إحنا كده نبقى نصابين. قال لي ليه؟ قلت له أنت زودت واحد من أمه 75، ده مش واحد يا ولاد اللي زاد. ال 99 بقت 100، مش واحد اللي زاد، امال واحد من امه 75. طب نصلح غلطتنا ازاي؟ ناخد الاجابه اللي طلعت اهي وننقص 75 ونطلع الاجابه هنا، خلصت المساله. شفتوا الجمال؟ ضربايه عقليا من غير ما تتعب نفسك. بكده خلص درسنا الجميل المفيد المهم، الخوارزميه المعياريه، الدرس الخامس. يا رب يكون سهل وبسيط ومفهوم.